انت ايه رايك في البرنامج اللي هي بتعمله على محطه قناه الشمس؟ وبصراحه البرنامج مش قد كده، احنا عايزينك تهديها شويه. ينفع حد في شغلك يقول لك تكتب ايه وما تكتبش ايه؟ يو طول الوقت يعني حبينا نرفع عننا وعنكم شويه ونتكلم عن اجمل المشاعر. حواء طبعا يا استاذ، احنا الثلاثة كنا بنحلم كل واحدة يبقى لها عريس. عايزاك تعرف لي ايه حكاية الست دي؟ دي كانت عن الجريمة الاجتماعية. كله سياسة، كله سياسة. على فكره لو كان الحجاب اللي بيتحط على الشعر قماش، فالحجاب اللي بيتحط على العقل بيبقى حديد. انا عايزه اقول لحضراتكم ايه بقى؟ قيس الاداب يا ماما. ايه بقى؟ الحلقه النهارده كانت مقززه ومقرفه ومنحله. مش بكلمك. اوعى كده، اوعى تتكلم معايا باللهجه دي تاني.